هيكسب ان شاء الله، هيكسب 1-0. توقعات النهارده، الماتش النهارده 1-0 مصر، 1-0 مصر، واللي هيجيبه عبد الله السعيد. ممكن تكسب كام؟ لا ممكن 2-0 3-0 كده. 2-1 ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله. احنا توقعاتنا ان شاء الله هنكسب ماتش النهارده، لان هو ماتش سهل بالنسبه للمنتخب المصري. فوز لمنتخب مصر باذن الله يفرحنا كده باذن الله. يعني كام كام؟ يعني حتى لو 1-0 بصراحه كويس. هيكسب النهارده 3-0، فان شاء الله اتمنى ان احنا ان شاء الله هنفوز 1-0. انتوا طيبين ونتوقع النجاح والفوز ان شاء الله للمنتخب المصري. كل سنه وانتم طيبين. 3-0. توقعاتي المنتخب ان شاء الله يكسب 2-1. النهارده نفوز 2-1 ان شاء الله او 2-0 باذن الله، عشان كده نخش مستريح على ماتش الكونغو. يعني احنا عايزين بتاع 8-10 باذن ربنا. مصر هتكسب عشان نفرح الشعب المصري ان شاء الله. توقعاتك كام تاني؟ يعني باذن ربنا 3-1.